هاي المادة يا جماعة موجودة على الانترنت، بنقدر يا جماعة نجيبها من اي موقع مثل امازون، وموجودة يا جماعة على مواقع كتير على النت. لكن يا جماعة انا حبيت اني اعملكم اياها بطريقة مبسطة وشكل يعني مقنع لدرجة كبيرة جدا. زي المشاريع تعالوا نعمل الثقب الاسود. حرفيا مش هنعمل ثقب اسود، احنا هنعمل جسم معتم. هذا الجسم الافتراضي هو جسم بيمتص جميع الضوء، وهذا جسم غير موجود بالحقيقة، ولكن احنا نعمل شيء قريب جدا له. كل هنحتاجه هو فحم ولكن مطحون، انا اللي طاحنه على ايدي. ورح نضيف ايضا يا عزيزي المشاهد غرق شفاف. دلوقتي بعد ما صار عندنا معجون بهذا الشكل، رح نجيب اي فرشاة وندهن اي غطاء عندنا بهذا الشكل. رح احول لكم يا جماعة ايدي لثقوب اسود. رح نستنى بس 5 دقائق يا جماعة حتى تصير ايدينا مظلمة. يا جماعة حرفيا ايدي بقت جسم اسود معتم بس ريحتها فحم. وبس يا جماعة ده كان فيديو تبع لليوم، لا تنسوا تضغطوا لايك وفولو، ويا رب بس المادة دي تروح. اشوفكم الفيديوهات الجاية. السلام.